Спасибо большое. Шукран джазилан. السيد سام، نعم سأحاول أن أختصر ما أمكن وسأقول بضع نقاط فقط حول عملية التفاوض في جنيف ورؤيتي لهذه العملية. فمن وجهة نظري جنيف عبارة عن ذروة، نقطة ذروة استطعنا تحقيقها حتى الآن في عمل التسوية السياسية للأزمة السورية، وأفضل ما حصلنا عليه في التسوية السياسية للأزمة السورية هي جنيف وكل المنصات الأخرى، موسكو وسنا وغيرها لا تقارن بها على الأغلب. لذلك من حيث المبدأ أربط مع جنيف، أعلق على جنيف بعض الآمال في بحث سبل التسوية السياسية للأزمة السورية. وفي الوقت نفسه يجب أن أقول أنه طبعا جنيف صارت نتيجة لنقل قرار بالقوة فرضته خلال السنة قبل الماضية وبداية الماضية روسيا والولايات المتحدة، عندما حاولتا فعلا البحث عن سبل المخرج من المأزق السوري وليمشوا ضمن قرار مجلس الأمن 2254 في ديسمبر سنة 15. وأعتقد أن جزءا من تلك النقاط التي حددت في ذلك القرار، التي وهي بمثابة خارطة طريق تسوية الأزمة السورية، وهي خارطة طريق أقرت ضمن مجلس الأمن للأمم المتحدة، وهذا بحد ذاته غريب قليلا، ممارسة غريبة بالنسبة للأزمة السورية، حين استطاعت كل الأطراف أن تقر وثيقة تلزم جميع أعضاء الأمم المتحدة. استطعنا أن نمشي جزءا من السبيل في خارطة الطريق، فقد استطعنا مؤقتا إيقاف نظام وقف إطلاق النار وإن كان قصير الأمد وكثيرا ما يخل به، واستطعنا أن نجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المهتمة في منصة جنيف ونبدأ عملية الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة. وأعتقد أن هاتين النقطتين لقرار 2254 روسيا والولايات المتحدة استطاعت تنفيذها أكثر أو أقل، وصارت جنيف تطبيقا أو تحقيقا عمليا لتلك الخطوات التي قامت بها روسيا والولايات المتحدة في هذه الجهة. ولكن المشكلة تكمن في أن فيما بعد لا يتوقف الكثير على اللاعبين الأجانب، فتنتقل المبادرة إلى أيدي اللاعبين الداخليين، تلك الجماعات والنظام والمعارضة التي الموجودة في سوريا وتمثل المعارضة المسلحة والنظام والمعارضة المعتزلة إلى آخره. وهنا قد يكون تأثير روسيا والولايات المتحدة قليلا وغير كاف لنمض في خارطة الطريق، كان تأثيرهما قليلا ولا يكفي لتطوير مشروع دستور جديد كما تطالب بذلك قرار مجلس الأمن، ولا يكفي أيضا لكي نجري انتخابات، وكان ناقصا لإنشاء هيئة انتقالية. مشكلة جنيف تكمن في أن تأثير اللاعبين الخارجيين يكون هو الأقل ويتعاظم تأثير اللاعبين الداخليين، و
إذا كان اللاعبون الخارجيون يستطيعون اتخاذ قرارات معينة ونحن نشهد بعض هذه القرارات، فاللاعبون الداخليون كما يبدو من جنيف وأستانا غير مستعدين لحلول وسط ولتنازلات اليوم، وليس تنازلات فقط بل أنهم غير جاهزين للجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمناقشة مثلا الدستور السوري الذي يجب إقراره. السؤال دائما من هي البنى الإرهابية ومن هي ليست كذلك، هل يجب على الأسد أن يذهب أو يجب لا يذهب، وأما مسائل في صميم القضية تبقى خارج المناقشة والمفاوضات. ووجهة نظري أن هذا هو العيب الأساسي في جنيف، ولهذا لم نستطع إنعاش جنيف لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه لست متشائما حول جنيف، لأنني أعتقد أنها اليوم المنصة الوحيدة التي يمكن اتخاذ فيها قرارات قابلة للتنفيذ على مستوى سوريا ككل. وأعتقد أن الأسس للعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف موجودة، ورأينا ذلك على الأقل في البيان النهائي للقاء أستانا، ويبدو أن عملية التفاوضية في جنيف ستستأنف. والمسألة الرئيسية وهي الأهم من وجهة نظري والتي تتوقف كثيرا إلى موقف روسيا وإيران وتركيا، إذا استطاعت هذه البلدان تأمين تمثيل جميع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية على هامش عملية جنيف التفاوضية. إنها المسألة الأساسية التي يتوقف عليها نجاح جنيف. والمسألة الثانية تتعلق فيما إذا كنا نستطيع إعطاء صبغة ولو ثانوية ومؤقتة للمسائل التي من الواضح أن الأطراف داخل سوريا لا تستطيع الاتفاق عليها، وننتقل إلى المسائل التي يمكن التوصل إلى شيء من التوافق حولها. أعتقد أن من هذه الناحية المبادرة الروسية لكتابة مسودة الدستور موجهة لهذا الموضوع. طبعا في رأيي هذه المسودة لا يمكن تنفيذها في الظروف السورية الحالية، فمن وجهة نظري هناك قدر كبير من المواد التي يمكن الاعتراض عليها، وعدد كثير من المواد التي لن تعمل في شكلها الحالي، لا سيما الأحكام الانتقالية أعتقد أنها زائدة ولا داعي لها، ويمكن أن يجب حذفها. ولكن مع ذلك هذه المبادرة كما أظن يمكن أن تعطي دفعة للعودة إلى بداية الحوار حول دستور سوريا القادم. وأعتقد أن انعقد جنيف وكان في قاعدة واسعة يمكن أن نعتبرها ناجحة لو أن الأطراف استطاعت التقدم ضمن هذه المفاوضات على خارطة الطريق المسجلة في قرار مجلس الأمن، وعلى الأقل أن يتقدموا في مسألة مناقشة دستور سوريا القادم، لأنه وبكل تأكيد يجب أن ندرك أن الدستور السوري لو اقترحه النظام فلن تقبله المعارضة طبعا، وإذا قدمتها المعارضة لن يقبلها النظام مهما كتب فيها. والسؤال الذي يطرح نفسه يجب إذن أن تكون هيكلية الدستور مطورة في الخارج. والمسألة الرئيسية أننا اليوم لا يوجد لدينا لاعب خارجي يمكن اعتباره
كما قال سمير سيفان في كلمته في مقدمته، لا يكون الخصم والحكم، ينقصنا لاعب لا يكون خصما وحكما في آن واحد، فكل الأطراف التي تشارك في النزاع فهي أيضا جهات أو أطراف في النزاع، وتحاول أن تكون تعمل كحكم أو وسيط. ومهما كان يجب أن نبدأ من نقطة ما، وما دامت روسيا طرحت مشروعها فهذا أولا يمكن أن يحفز عملية تحضير الدستور من جهة اللاعبين الآخرين. هذا ما ذكره مثلا الأكراد الذين قالوا أنهم سيحضروا مسودتهم، وربما المعارضة تحضر مسوداتها، فيكون شيء بين يدينا يمكن مناقشته على هامش جنيف. فمن وجهة نظري هنا توجد بعض دواعي التفاؤل، وفي كل الأحوال الأوضاع هي أننا لن نخترع شيئا أفضل من جنيف حتى الآن، وأعتقد أن علينا أن نستغل هذه الفرصة وأن نسعى على الأقل إلى جعل هذه العملية مستمرة لتلتقي فيه الأطراف المتنازعة السورية بأسلوب دائم، وأن لا يتوقف الحوار كما حدث في نيسان السنة الماضية. والحوار يمكن أن ينقطع إن لم يكن لدينا ما نناقشه من حيث المضمون، مثلا مسألة ذهاب الأسد أو بقاؤه مسألة هامة لكنها ليست في صميم الموضوع، ويمكن تأجيلها لفترات متأخرة أكثر. وفي اللحظة الحالية يجب أن نركز على مسائل أخرى التي في كل الأحوال سيكون لها أهميتها خلال تفكيرنا ودراستنا لمستقبل سوريا بعد النزاع وتنظيمها السياسي. لن أخذ من وقتكم أكثر من هذا، وأنقل الكلمة لرئيس الجلسة. Спасибо, Леонид. وعدتني بخمس دقائق ولكن تحدثت ثلاث عشر دقيقة، فما أقرضتني إياه أخذته مباشرة. طيب، سأفتح مباشرة النقاش حول ما قاله ليونيل، ولكن أود أن أسأله بداية باعتبار الميكروفون بيدي. تحدثت في مسودة الدستور عن أحكام انتقالية في المسودة المقدمة من خبراء روس. أنا درسته بعمق، وحتى الآن كتبت حوله حوالي 30 صفحة كملاحظات، ولم أنتهي إلا من 60 مادة. لم أجد فيه أي أحكام انتقالية. ربما هناك ملحق نسخة سابقة. Я совершенно точно могу сказать, что последние آخر خمس مواد من الدستور هي أحكام ختامية وانتقالية، ومن هذه الناحية تشوبني المادة 82 التي اقترحت روسيا، وهي تتعلق تحديدا حول مدة صلاحيات الرئيس الجاري بشار الأسد. أعتقد أن هذا وبصراحة عبارة عن هفوة من جهة روسيا، لأن هذه المادة تتعارض مع كامل الدستور، لأن لو أنك قرأت الدستور تجده أنه شامل جدا وباستثناءات قليلة يمكن عرضه لأي بلد في العالم، لأنه شامل جدا ومكتوب بصياغات عامة، ولكن هذه المادة تتميز عن الباقي لأنها
صياغتها قوية جدا، ويفترض أن الرئيس الأسد يجب أن يبقى في سلطته حتى انقضاء صلاحياته الحالية أي سنة 2021، ثم يستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية مرتين متتاليتين، فأي حتى سنة 2035، لكن أعتقد أن بهذا الشكل لن يعمل، وكان قرارا متسرعا من ناحية الشارع الروسي الذي اقترح هذه الصياغة بإدخال مادة تنفر بكامل الوثيقة. وشكرا. هي تقليدية ونفسها موجودة في دستور 2012 ونفسها موجودة في دستور 1973، لذلك لا يوجد مرحلة انتقالية. المادة 82 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية هي تراجع عن ما هو موجود في دستور 2012، لأن دستور 2012 يسمح للرئيس الحالي بولايتين على أساس هذا الدستور، يعني في أعظم حالي يمكن أن يصل إلى 2028. فبالتالي النص الذي جاء في مشروع الدستور يسمح له بإكمال ولايته الحالية إضافة لولايتين لاحقتين بسبع سنوات، يعني حتى الاحتمال أو الفرضية 2035. وفي كل الأحوال في مداخلتي سأتحدث عن هذا الموضوع لاحقا، لن أخذ الكلام، سأبدأ مباشرة باختصار إذا سمحتم. باختصار شديد إن شاء الله. أنا حقيقة يعني لا أختلف ولا بكلمة واحدة معك، أنا متفق معك تماما فيما قلته عن جنيف، ولكن في الحقيقة يعني هناك شيء واحد أريد أن يعني تعطيني له أسباب منطقية غير الدفاع عن الأسد وعن نظام الأسد. يعني موقف روسيا من جنيف، لماذا روسيا تقف منه موقفا معاديا غير موضوع الدفاع عن الأسد ونظام الأسد؟ يعني هل هناك أسباب منطقية تستطيع أن تعطيني إياها لعدم حماس روسيا ولموقف روسيا من جنيف؟ سؤال آخر نأخذ الأسئلة ومن ثم أسف بدي أسأل سؤال مازح شوي، هل تفكر روسيا باستعمال كلمة إلى الأبد في الدستور السوري؟ طيب تفضل. Да. Я два слова про конституцию. كلمتين عن الدستور، النسخة الروسية من الدستور، حسب ما أعتقد أن مجرد فكرة تأليف دستور لسوريا في روسيا غير مقبول تماما لأسباب عديدة، على الأقل لأنها إهانة للسوريين والمختصين السوريين والحقوقيين، فنحن لدينا مدرسة قوية من الحقوقيين الذين يقدرون كتابة الدستور ليس لسوريا فحسب، إنما الغرض من هذه النسخة هي تثبيت مادة في الدستور تسمح لبشار الأسد بالبقاء في الحكم، ولهذا فهذا الدستور سيجلب لروسيا الأذى، وأذاها أكثر من فائدتها، حتى لو كانت نيتهم المساعدة في النقاش، ولكن تقبلها الجميع سلبيا. كما يقال أن الأكراد يجهزون نسختهم، كيف يمكن الأكراد، لماذا جعلتم الأكراد مشكلة عالمية؟ إنها جزء صغير من الشعب السوري وستكون حقوقهم مصونة في الدستور، هم والأقليات الأخرى، لماذا التركيز على الأكراد فقط وأن يكون لهم دستورهم؟ أعتقد أن روسيا يجب أن تفكر ولو قليلا ولا تبالغ في حجم هذه المشكلة الكردية، إنها موجودة حقا ولكن ليس بهذا الشكل وإلى هذه الدرجة.
فهذا يزعجنا أيضا بعض الشيء. فيما يتعلق بجنيف والمفاوضات، أعتقد أن روسيا فعلا تستطيع أن تلعب دورا حاسما في تسوية الأزمة السورية، ولكن عليها أن تدرك، آسف على هذا التعبير، يجب أن تأخذ في الحسبان الواقع أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول سياسية سورية ثابتة ومستقرة بوجود بشار الأسد وذاك الدكتاتور. التغييرات واجبة، يمكن أن نتفق على 3 أشهر أو 6 أشهر على الأكثر، ولكن يجب أن ندرك أنه يجب أن يذهب، وربما يجب محاكمته على جرائم الحرب ضد الإنسانية. شكرا. Еще вопросы есть? Пожалуйста, вопросы. وإنما يعني لإثارة النقاش أكثر منها، ليس لتسجيل مواقف. يعني بالطبع من خلال ردة الفعل الأولى لبعض أن سلمت موسكو مسودة الدستور للنظام وللمعارضة المسلحة بالأستانة، ظهرت ردات الفعل أن الجميع تحدث عن رفض هذا الدستور ولقب مثل دستور بريمر، وأزعج ذلك موسكو وعبر عنها لافروف بوضوح. أنا برأيي قبل مرحلة انتقالية ومرحلة سنتين بعد إقرار هيئة الحكم الانتقالي يكتب لدينا من الخبراء الدستوريين في سوريا الكثير من المهارات والخبرات لدينا في سوريا، تستطيع أن تكتب فعلا دستور يناسب السوريين، والدستور بحاجة لتشاركية من قبل فئات واسعة من الشعب، يجب مناقشته بمرحلة تكون فعلا انتهت عملية الصراع وانتهى الحرب في سوريا. هذا أولا، والكل اتفق بداية حتى لا يصبح هناك أي فراغ دستوري بوجود مبادئ دستورية. وفي الحقيقة العديد من منظمات المجتمع المدني قدمت طروحات بالمبادئ الدستورية المفروض وجودها والعمل بها خلال المرحلة القادمة. أعتقد أنه تشجيع الروس لحزب الاتحاد الديمقراطي لأنهم كمان يكتبوا دستورهم، هذا بيمثل مثل استقواء على السوريين. الدستور اللي يفترض مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدستور العالمية التي تضمن الحريات واستقلال السلطات الثلاث والحقوق لكل فئات المجتمع السوري هي معروفة وعالمية وموجودة بدساتير موجودة. شكرا. سمير، السؤال قبل الأخير مشان ننتقل إلى المداخل. لدي سؤال، يعني هل تعتقد أنه يمكن انتزاع حق صياغة الدستور من يد الشعب ووضعه في مطبخ مفاوضات مجموعات لن تمثل مجمل الشعب السوري؟ هل هذا قابل للتنفيذ عمليا؟ هل هذا هو الحل الأمثل بغض النظر عن الحقوق؟ 2، في كلمتك تحدثت فقط عن القرار 2254، تجاهلت جنيف 2012، تجاهلت جملة قرارات حول المشكلة السورية من مجلس الأمن ومن الجمعية العمومية. هل يعكس هذا رغبة روسيا بأن غير التي وافقت على جنيف 2012 ثم أرادت أن تجرده من المضمون، وبالتالي الآن أن تبقي عليه كإطار وتسمية وعملية ولكن بمضمون آخر؟ كان 2254 هو خطوة في هذا الاتجاه ويتم التمسك فيه، والآن تأتي أستانة أيضا حتى تجرد هذا 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 المضمون. هل هذا يمثل سياسة روسيا أم أن روسيا ما زالت تقر أن جنيف 2012 هو أساس الحل ويجب أن يعتمد عليه 2254؟ سؤال أخير بس بهذا المحور. خلاص طيب، في النقاش العام حتى ديونيد 3 دقائق.
أيها الزملاء، أتعرفون القصة؟ أنني أعتقد وأكرر ما قلته، الدستور الذي طرحه روسيا لن يتحقق على أرض الواقع، ويدرك هذا كل شيء بما في ذلك وزارة الخارجية الروسية، مثلها مثل المعارضة السورية. فلا يتوهم أحد أن هذه المواد 85 و86 ستكون هي القانون الأساسي للجمهورية السورية القادمة، هذا لن يحصل. وأقول مرة أخرى، هناك حجم أو عدد كبير مما يلام على هذا المقترح أو هذه الوثيقة، ولكن غرضه الأساسي هو تحريض أو تحفيز الحوار حول مستقبل الدستور السوري. وأعتقد أن روسيا كان سرها لو طرحت جميع الأطراف المهتمة رؤيتها للدستور السوري الجديد، عندها كنا وجدنا ما نناقشه في جنيف، بدلا عن إلقاء اللوم على البعض بناء على الانفعالات. طيب، ارفضوا هذا المشروع، وسيرفض في كل الأحوال، ولكن قدم مشروعك، تفضل إلى جنيف، قدموا 20 أو 30 مشروعا لنبني عليها مشروعا مقبولا للجميع. أتفق تماما مع أن لا يمكن أن نحرم الشعب السوري من حق كتابة دستوره، لكن روسيا لا تسلبهم هذا الحق، لأن هذا الدستور لن يقر ليكتب الحقوقيون السوريون. إذن هناك وقت قبل جنيف، قدموا المقترحات، وأرى أن عندها ستكون مفاوضات جنيف بناء أكثر. فروسيا تريد أن تدفع بجنيف نحو المناقشات البناءة، فجنيف نيسان الماضي كانت فارغة عمليا. أما فيما يتعلق بأن روسيا، أعتقد أن كان أحد الأسئلة الأولى من زميلنا حول أن روسيا لا تدعم عملية جنيف، أعتقد أن روسيا تدعم هذه العملية، وأن أستانا كان ينظر إليها كطريقة لإنعاش أو إحياء جنيف، وأن دعي إليه هناك دمستورة، وأضيف أن دمستورة يتعهد بجمع جنيف، اجتماع جنيف، أن روسيا تريد إعادة الحوار السياسي، وإلا فكان هناك أخطار كبيرة على روسيا نفسها. فإن لم تحدث التسوية السياسية خلال الفترة القريبة، فهذا الوضع يمكن أن يكون خطرا على روسيا. فمن وجهة نظر روسيا، من المنطقي أن تحاول تخرج من الأزمة السورية بأسرع وقت، لأن الوضع الآن يجعل وجودنا في سوريا تكاليفه قد تصبح أعلى من الميزات التي حصلنا عليها في بداية التدخل العسكري. فنريد أن تكون الظروف مهيئة لخروجنا من هذا النزاع. وأخيرا بخصوص جنيف 12، سأجيب بسرعة بالغة، أعتقد أن جنيف 2012 كانت تبنى أو ترد على أوضاع سوريا في سنة 2012، وأنتم تدركون أن الأوضاع قد تغيرت جذريا في سوريا عن الوضع آنذاك في سنة 2012. ولهذا لا يجوز أن تأخذ ببساطة وتنسخ جنيف 2012 إلى جنيف لنقل 2017، لأن سيكون هناك ببساطة تمزق زماني لن يدعنا للتوصل إلى اتفاق. فبرأيي لا يمكن تنفيذ جنيف 12، وشكراً.